بص بقى على نقاط القوة بتاعتهم، كيف سجل، ازاي كيف سجل نادي مصر 7 أهداف في 11 مباراة. نقاط القوة بتاعتهم يعني هم مسجلين 7 أهداف، قلنا المعدل بتاعهم ده يمكن مش كبير قوي ان انت تسجل 7 أهداف وعندهم مشكلة، ولكن برضو ازاي هم بقى بيسجلوا ال7 أهداف دول؟ من ال7 3 تمرير طولي في العمق، نقطة مهمة جدا اللي هي 42.8%، 3 تمرير طولي من 7 أهداف، نقطة مهمة جدا. بعد كده الكرات العرضية من الجبهة اليسرى المميز بيها مصطفى كالوشة الظهير الأيسر 28.5، بعد كده 28.5 ضربات جزاء. عايزين نشوف أمثلة للتمرير الطولي اللي في العمق اللي احنا بنتكلم عليه والكرات العرضية من الجبهة اليسرى. هنبص على الصورة الأولانية، شوف الأهداف بقى ازاي جت، الحالات الفنية. نبص نلاقي ده هدف لنادي مصر من تمرير طولي في العمق، كان فين؟ في شباك مصر المقصة في المباراة اللي قبل الأخيرة. بص حضرتك هتلاقي اتلعب التمرير طولي في ظهر الدفاع ما بين السردباكين، ما بين الاثنين المساكين، اتلعبت لرضا الويشي اللي هو نزل بديل في المباراة دي وسجلها. إذا دي أول صورة، احنا بندي مثال للتمرير الطولي، الحذر النهاردة من التمرير الطولي في ظهر دفاعات النادي الأهلي. الهدف اللي بعده. طيب قبل بس ما نكمل كلامنا عن الصوره، خلينا نروح للحظات وصول الفريق النادي الاهلي لاستاد القاهره مع حضراتكم على الهواء مباشره. دايما بنحاول نحط حضراتكم دائما في وسط الاحداث، سواء في فندق الاقامه او في ملعب المباراه، ما قبل المباراه وما بعد نهايه المباراه. لحظات الوصول حالا دلوقتي معاكم على الهواء، مع حضراتكم على الهواء مباشره. اللاعبين بقى والجهاز الفني، انا قلت اسمائهم وهم داخلين، فزي ما حضراتكم شايفين الان وصول اللاعبين الى ملعب استاد القاهره وبيتجهوا بقى الى غرف خلع الملابس. طيب نكمل كلامنا بقى عن الحالات الفنية. التمريرات الطوليه ده الهدف بتاع الماتش الاخير اللي هو كان في شباك طنطا. نبص على الكره اللي لعبها تقريبا احمد يوسف اللي هو لعيب الارتكاز، دي الصوره اللي فوق لما كان لسه الكره فين؟ في وسط الملعب. تمرير طولي. الصوره اللي تحت لما وصلت اتلعب التمريره طوليه، السهم هو معمول السهم الابيض عشان توصل للمهاجم، تمرير طولي. اذا الخطر النهارده برضو بنحذر من التمريرات الطوليه في ايه؟ في ظهر مدافع النادي الاهلي. خاصة تحديدا للاعب محمود رامبو اللي المدرب عبد الناصر محمد مدرب نادي مصر بدا يعتمد ويوظفه كمهاجم بعد ما لقى عنده مشكله في العمق الهجومي. طيب هدف بقى في شباك وادي دجله، كيف احرز هذا الهدف نادي مصر في شباك وادي دجله؟ في شباك الاتحاد السكندري. بقى نفس الشمال اللي انت بتتكلم عنه. لا في هدف كمان برضو في الاتحاد السكندري تمرير طولي قبله. تمام. نفس الفكره بالظبط اهو، تمرير طولي، نفس الفكره، اتلعبت برضو تمرير طولي، دول ال3 أهداف اللي وكانوا في المباريات الاخيره. فالملحوظه هنا ان هو بدا يعتمد على التمريرات الطوليه. تمام. نبص على الهدف اللي بعده اللي حضرتك بتتكلم عليه اللي هي العرضيات من الجبهه اليسرى لمصطفى كالوشه. ده برضه هدف منهم في شباك وادي دجله، واحد من الباكات اللي عرضياتها كويسه قوي مصطفى كالوشه، يمكن هو على المستوى الدفاعي مش قوي لكن على المستوى الهجومي عنده عرضيات محترمه جدا. تمام. زي ما احنا شايفينها كده. الزمالك بقى. نبص بعد كده برضه جابوا جون من الجبهه اليسرى. الزمالك. من الجبهه اليسرى كانت الكره عرضيه اتلعبت من ورا عبد الله جمعه وبعد كده اتصلحت، سجلها تقريبا مصطفى سلطان اللي هو المهاجم، او كان المهاجم اللي هو سجلها، برضه اتلعبت لإسلام صالح، إسلام صالح لعبها. إذا الجون جه من كرة عرضية من الجبهة اليسرى. إذا أخطر حاجتين النهاردة لنادي مصر حاجتين، أول حاجة التمريرات الطولية اللي في ظهر دفاع النادي الأهلي جابوا منها 3 أهداف من ال7، الحاجة الثانية الكرات العرضية من الجبهة اليسرى بتاعت مصطفى كالوشة. إذا لازم النهاردة محمد هاني لو بدأ ناحية اليمين يخلي باله من الكرات العرضية والمساحات اللي وراه من بتاعه مصطفى كالوشه، الحاجه الثانيه محمود متولي ورامي ربيعه او ايمن اشرف لو بدا يخلي بالهم من التمريرات الطوليه اللي هتتضرب في اللي هتتلعب في ظهرهم، لان خاصه ان احنا بنلعب دفاع متقدم وبالتالي من السهل جدا ان انت هتتضرب بالتمرير الطولي ده، فلازم تخلي بالك من الاثنين المساكين دول يكونوا بيرجعوا ويكونوا واخدين حذرهم من التمريرات الطوليه اللي هتتلعب في ظهرهم. طيب خلينا بقى نروح لمتى سجل نادي مصر اهدافه وايه نقاط القوه. ده برضو الفترة الذهبية بتاعتهم لنادي مصر هنبص نلاقي ان هم مسجلين من الدقيقة من الربع ساعة الثانية اللي هي من الدقيقة 15 للدقيقة 30 مسجلين فيها 3 أهداف قدامنا على الشاشة اهو، 42.8 ده 3 أهداف الفترة الذهبية، والفترة الذهبية الثانية
اللي هي اخر ربع ساعه من المباراه 28:30. اذا اهم فترتين في المباراه الفتره اللي هي في النص ساعه الربع ساعه الاولى الربع ساعه الثانيه من المباراه من الدقيقه 15 للدقيقه 30 مسجلين فيها كام هدف؟ 3. والربع ساعه الاخيره وبرضه الربع ساعه الاخيره من الشوط الاول. اذا فريق على المستوى البدني بيمتاز بالقوه البدنيه بدليل ان هو دايما بيسجل اكتر في نهايه الاشواط، وكمان الفتره الذهبيه بتاعتهم الربع ساعه الثانيه، لكن ما بيسجلوش ولا هدف في اول ربع ساعه من الشوط الاول ولا اول ربع ساعه من الشوط الثاني. والاحصائيه دي بتاكد ايه؟ بتاكد قوه فريق نادي مصر على المستوى البدني اللي احنا اتكلمنا فيها ان هم مميزين جدا على المستوى البدني. طيب نادي مصر استقبلت شباكه 12 هدف. 12 هدف طبعا نقاط الضعف بتاعتهم بتوضح لك الاحصائيه دي بتوضح لك هي نقاط الضعف بتاعتهم ايه؟ ازاي هم بيستقبلوا الاهداف؟ هنبص نلاقي ان هم استقبلوا 12 هدف منهم 5 اختراق وعرضيه من الجبهه اليمنى لنادي مصر. اذا الجبهه اليمين اللي هي في اللي بيلعب فيها ناحيه اليمين مثلا كهربا، لعب في اي حد ناحيه اليمين جرالدو من الاعالي معلول، الحته اللي هي فيها الجبهه اليسرى بتاعه النادي الاهلي والجبهه اليمنى بتاعه نادي مصر. اللعب كله لازم يكون من عليها النهارده. ليه؟ لان الجبهه دي واضح ان هي عندهم نقطه ضعف واضحه. دخل فيها 5 اهداف من 12 لنادي مصر بنسبه 42%، يعني 41.6 نسبه كبيره. بعد كده في 2 ضربات جزاء، 2 ضربات ركنيه، 2 تمرير طولي في العمق، 1 كره عرضيه من الجبهه اليسرى لنادي مصر. طيب خلينا نروح نشوف بقى الصور الاهداف. نبص بقى على حته الجبهه اليمنى اللي اتكلمنا فيها النهارده اللي هي اللي مثلا هيلعب فيها علي معلول، اللي هي الجبهه اليسرى بتاعه النادي الاهلي اللي هي اليمنى اللي فيها علاء عطا، اللي هي الجبهه دي تحديدا اللي هيبقى فيها مثلا لو بدا او اي حد هنا سواء كهربا مثلا وعلي معلول وعلاء عطا هنا، الجبهه دي مهمه جدا ان انت تخترق منها، عندهم مشكله واضحه. نبص على الهدف الاول اللي جابه النادي المصري في نادي مصر، هنبص نلاقي ان مثلا مفتاح طقطق لاعب النادي المصري عدى ورقص وشاط وجاب جون من تلك الجبهه، اللاعب اللي واقع ده هناك ده اللي هو الباك اليمين علاء عطا. فاذا ده اول اهداف نادي مصر، اول اهداف اللي جت في نادي مصر اللي هي اختراق من الجبهه اليمنى. الصوره اللي بعدها برده مباراه مصر المقص اللي هي اللي كانت قبل الاخيره اللي هي بتاعه ميدو جابر، هنلاقي ان ميدو جابر عدى من علاء عطا من اللي هو الجبهه اليمنى وراح عامل عرضيه جت جون. ادي الصوره قدامنا على الشاشه او اللي فوق العرضيه بتاعه ميدو جابر اهي جت جون. اذا الجبهه دي نقطه ضعف واضحه لازم تلعب من خلالها، لازم تكتر التمريرات الطوليه في الجبهه دي، لازم اختراقك النهارده يكون مثلا 60% من الجبهه اليسرى و40% من الجبهه اليمنى تحديدا، لان دي نقطه ضعف واضحه عندهم. الصوره اللي بعدها هدف النادي الاسماعيلي نفس الجبهه، برضو محمد الشامي لاعب النادي الاسماعيلي عدى من الجبهه دي وعمل كره عرضيه لهمام طارق اللي هو اللعيب الارتكاز وراح داخل وشايط في الصوره اللي تحتها وجايبها جول. اذا هدف من كره عرضيه من اختراق وكره عرضيه من الجبهه اليمنى لنادي مصر برضو بنفس الستايل. الصوره اللي بعدها برضو هدف ده برضو مصري. للنادي المصري من كره عرضيه يمكن الحارس اخطا فيها في تقديرها، ومن ساعتها الحارس ده بقى بدا هو اللي يلعب عصام ثروت. الهدف اللي بعده برضو هنلاقي الانتاج الحربي من نفس الجبهه. فاذا كل الاهداف جايه او ثلاث ارباع الاهداف جايه من الجبهه دي، نركز عليها بشكل واضح. ده اول ثغره. الثغره الثانيه عندهم التمريرات الطوليه اللي في العمق. عندهم مشكله واضحه في العمق، سهل جدا ان انت يبقى عندك سرعات النهارده عوده جونيور اجايه لو بدا ان شاء الله بشكل اساسي وهو مميز جدا في حته العمق دي تقدر ان انت تستغله مع وجود برضو وليد ازارو مع وجود صلاح محسن سرعاتهم برضو. ده هدف لصالح الانتاج في شباك نادي مصر طولي برضو. من تمرير طولي. نبص برضو هنلاقي نادي الزمالك اهو، بص ده حضرتك ده هدف نادي الزمالك فيهم الكره اتلعبت تمرير طولي بنفس اللعبه، وعلاء طه خلي بالك او الباك رايت هو برضو اللي مغطي التسلل. رغم ان علاء عطا ده من في الارقام من اكتر اللعيبه قطعا لكرات في الدوري، يعني تقريبا رقم اربعه او خمسه، لكن على مستوى الوقفه وعلى مستوى التمركز عنده مشاكل دفاعيه. طيب توقيتات الاهداف بقى استقبلها امتى؟ توقيتات الاستقبال الفتره الذهبيه اللي النادي الاهلي ان شاء الله يعني يسجل فيها باذن الله من الدقيقه 15 للدقيقه 30 ومن الدقيقه 30 للدقيقه 45. اذا الربع ساعة الثانية من المباراة والربع ساعة الثالثة اللي هي في الشوط الأول دي الفترة الذهبية اللي نقدر بعد ربع ساعة نقدر إن شاء الله تحديدا في الشوط الأول كل الأهداف دخلت في نادي مصر في الشوط الأول أغلبها معظمها كلها معظمها بالظبط 25 و25 50 و16 دخلت في حوالي 66.6 يعني بتتكلم في أغلب الأهداف في الشوط الأول، فده يأكد برضو إن هم في الشوط الثاني بيبقوا بدنيا عاليين، لكن في الشوط الأول
بيبقى احنا نقدر نستغل تخلص الماتش من بدري، من الدقيقه 15 للدقيقه 30 ومن الدقيقه 30 للدقيقه 45 استقبلوا 6 اهداف في الفتره ديت، الفتره الذهبيه، غير هدفين في اول ربع ساعه، وبالتالي انت بتتكلم في 14 هدف، 3 و3 6 و2 8 اهداف من 12 في الشوط الاول، 8 اهداف من 12 نسبه كبيره. اذا عند الفتره الذهبيه هي الشوط الاول. خلينا بقى نروح